مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحن الآن في العشرة الأواخر من الأوائل من ذي الحجة، ونستطيع أن نقول التسع الأوائل، لأن اليوم العاشر لوحده هو بيبقى يوم النحر وما فيه يعني. فالتسعة الأوائل باعتبار بيدخل فيها يوم التروية اللي هو يوم الثامن، وبيدخل يوم عرفة اللي هو يوم التاسع. الله سبحانه وتعالى استشهد أو بيّن لنا آيات كثيرة في سور كثيرة تبين لنا فريضة الحج، وكيف أنها الفريضة الرابعة والركن الرابع من أركان الإسلام. من هذه الآيات مثلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن هذه الآية تبين أن للحج منافع، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. ثم الآية الثانية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية تبين أن الشرط لصحة أداء هذه الفريضة هو الاستطاعة، وإن كانت الاستطاعة توسع فيها البعض والبعض اختصرها على ما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنها قد تقتصر على الزاد والراحلة وقد تتوسع فندخل فيها الحالة البدنية والصحة، وبالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم، ده شرط الاستطاعة بالنسبة للمحرم للمرأة وغير ذلك. الآية الثالثة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الآية الثالثة هي الأساس في هذه الفريضة، الأساس الأخلاقي في هذه الفريضة. طبعا كل الآيات التي جاءت في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الحج كلها تبين لنا المناسك، المناسك التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من إحدى العلاقات القوية بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية اللي هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وهنا حج الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتع وقال خذوا عني مناسككم، فهو صلى الله عليه وسلم أبان لنا أو بيّن لنا هذه المناسك منذ أن نخرج من بيتنا ونحن محرمين إلى أن نتحلل من الإحرام عن طريق القص وعن طريق الحلق. هذه الفريضة تمتاز عن الفرائض الأخرى أو لها مميزات يعني تجعلها كده واضحة، أنها مجتمع كبير للمسلمين، وأنها تحقق قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فأيضا نفس الشعوب والقبائل اللي بيروحوا الحج بيبقوا من قبائل مختلفة، شعوب مختلفة، أجناس مختلفة، كلهم يتقابلوا في زمن واحد وفي مكان واحد وبشعائر واحدة وبمظهر واحد، كأننا نريد أن نحقق آية الله أو كلمة سبحانه وتعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طبعا نحن نميل إلى هذه الأمة ونبعد عنا الانقسام والشيع والأحزاب، ونتمنى أن يكون الدرس الأساسي المستفاد من هذه الشريعة الشريعة أيوة ومن هذا الركن هو الوحدة، الوحدة والتكامل بين المسلمين مهما اختلفت
ديانتهم، عفوا، مهما اختلفت أجناسهم ومهما اختلفت حكوماتهم، المفروض إن احنا في تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له.